مالنا يا دكتور عزيز ومال الرؤوس النووية اللي منتشرة في العالم كله؟ دي حاجة احنا مش قدها، ولا انا ولا انتم ولا اي حد. ايوة، بس من المؤكد يا بروفيسور ان اللي بيمتلكها بيمتلك قوة في العالم كله. ده كلام حماسي بينفع لجورنال من جرانين المعارضة، ولكن الواقع غير كده. احنا عالم ثالث، وفوقينا في عالم تاني، وفوق ده كله في عالم اول، والعالم الاول راسم خط احمر بينه وبين الغير. تبعد عنه زي ما انت عايز، ولكن تقرب منه ممنوع. طيب وهي الدولة الصهيونية يا دكتور تعتبر من العالم الاول؟ احنا مش عايزين نخرج عن نطاق البحث بتاعنا. احنا مش مركز للابحاث السياسية، احنا مركز للابحاث العلمية، وخاضعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة النووية. وعلى فكرة بقى، انا عايز اقول لحضرتك، البحث اللي انت نشرته في مجلة فيزيكس راديشن كان السبب في قلقهم، ويتهيألي هو السبب في انهم هم جايين الى القاهرة. عموما يا دكتور، الموضوع مش موضوع حماس. احنا النطاق اللي بنشتغل فيه حيزه ضيق وسقفنا واطي، ولو حاولنا نفرض طولنا هتتقطم رقبتنا. انا مضطر ابلغ نتيجة المناقشة دي للرئاسة بتاعتي. سيادتك تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس انا مضطر ارجع المعمل بتاعي اشوف شغلي. ايه يا دكتور، الاجتماع لسه ما انتهاش، ولا مستعجل عايز تطلع تجري تشوف نفسك في التلفزيون؟ لا بروفيسور، انا عندي تجربة لازم اخد نتائجها قبل ما امشي. هاي يا حبيبتي، اسمعي، لازم تشوفيني النهارده في التلفزيون. انا لاول مره في حياتي هطلع في التلفزيون النهارده. برنامج اسمه نجوم العلماء، انا وجوزي الدكتور عزيز، الساعه 8 بالظبط على القناه الثانيه. اوعى تنسي. اوكي، باي باي. بابا اتأخر يا ماما. بابي اسمه بابي مش بابا. الو، سيادة المستشار رأفت الغندور موجود يا فندم؟ ايوه يا فندم، انا حرم المستشار الدكتورة سعد الاسيوطي. مين يا فندم اللي بيتكلم؟ لا بعد اذنك لازم اعرف مين اللي بيتكلم. مين؟ اهلا وسهلا. برنامج؟ برنامج ايه من فضلك؟ الو؟ مش كفايه تليفونات بقى يا مامي، عاوز اعلي صوت التلفزيون. الو؟ مين؟ بابي. ايوه حاج. ما كلمتنيش ليه؟ انا الفار بيلعب في عيب. ما تعرفيش اي حاجه عن التعديل الوزاري؟ لا، كلمته زيادة عن 10 مرات مش موجود، ومراته هي اللي بترد عليا وبتقول اطمن اطمن اطمن. مش عارف اطمن ازاي، اطمن ازاي والليل دخل. يعني انت ما تعرفيش اي حاجة؟ لا، طلبته طبعا في الوزارة وقفل في السكة في وشي زي كل يوم. اسمع يا حاج، حاج البرنامج دلوقتي هيبتدي. لا انا هخليك لازم تشوفه على قناة تاني، على التلفزيون يا رب. يلا يا حاج، يلا شوفه بسرعة بقى، ما تتأخرش. باي باي. سيداتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم العلماء. سنحاول معا أن نكشف الجانب الآخر أو الوجه الآخر في حياة العالم. ضيفي وضيفكم لهذه الليلة هو الدكتور عزيز محفوظ، أستاذ الطبيعة النووية بهيئة الطاقة الذرية، وهو يعد من أبرز علماء الذرة على مستوى الشرق الأوسط. أهلا بيك يا دكتور عزيز. أهلا بحضرتك. بنرحب بيك مدام بشرية الغازي، حرم عالمنا الجليل دكتور عزيز. أنا بشكر حضرتك وبشكر طبعاً السادة المشاهدين. بشكرك أكتر على برنامجك الجميل اللي فعلاً بتعتبري أن السادة العلماء هم نجوم. شكراً ليكي دكتور عزيز. بعيداً عن الذرة ومكوناتها، هنخرج برا المعمل شوية وندخل في حياتك الأسرية. منار هاتيلي النضارة يا بنتي، مش شايفة. حاضر. معروفة وراء كل عظيم.
تعالي إيه بس في ايه؟ ما هي كلمتني في التليفون عشان اتفرج على البرنامج في التلفزيون. اتفرج على ايه بس؟ مقولتها. ده عزيز. لكن ايا كان الحل فانا اعتقد انها مقوله صحيحه. اصله ايه المانع ان الزوجه تساعد زوجها؟ ايه يا بابا انت واقف كده ليه؟ وماذا عنك يا مدام بشريه؟ يعني من واقع خبرتك الشخصيه هل تؤمنين بهذه المقوله وراء كل عظيم امراه؟ والله انا شخصيا مش قادره افهم معنى المقوله دي. ليه يعني يكون دايما وراء كل رجل عظيم امراه؟ والعزاء ايه؟ انا لا يعني ليه ما يبقاش دايما جنب كل رجل عظيم امرأة تبقى دراعها في دراعه، تبقى جنبه؟ ليه ممكن ما تتقدموش بخطوة، بتبقى قدامه وتمدله ايديها وبرضه هيتقدم؟ دكتور عزيز، السؤال الأهم بقى يا فندم، ليه ما يبقاش وراء كل عارفة مين دي يا سعاد؟ دي بشرية اللي كان هيتجوزها بنت نعيم الغازي. أنا هيتجوزها ست المستشار قبليكي. اصل اتجوزته انا في سن صغيره قوي، كنت لسه في سنه اولى كليه علوم، واتفقت مع الدكتور عزيز انه ينتظر. بص وبحلق قوي وملي عينيك من حبيبه القلب يا سياده المستشار. وقلنا ناجل فكره. شفتي يا منى اهي دي بقى يا حبيبه ماما اللي كان بابا هيتجوزها، كانت هتبقى مامتك. شفتي ذوق بابا؟ صدق يا بابا ان ذوقك حلو. صدق يا بابا ان ذوقك حلو. بس بقى عايزه اسمع بتقول ايه. عايزه اسمع. فطبعا اتفرغت لها، وبعدين قررت بقى ان انا اتفرغ للدكتوراه. يبقى قولي لي بقى من وراء يسلم فمك هذا النجاح والتقدم؟ عاجبك الكلام ده قوي يا نينا. موافق يا دكتور؟ صمتك يدل على الايجاب والموافقه. مدام بشريه، هل بتعتبري نفسك زوجه مثاليه لعالم بقيمه دكتور عزيز؟ اه طبعا، بس انا كمان زي ما انا زوجه عالم ذره، فانا باحثه وبدرس دكتوراه، والدكتور عنده المعمل بتاعه، انا كمان عندي شغلي. بس في الوقت نفسه انا زوجه في انت البيت. كان لازم تتجوز واحده زي دي تاخد حقها منك. صح يعني؟ اسكتي يا سعاد، عايزين نسمع. هتسمع ايه؟ اسمعي ايه بتاعي وانت كمان لازم تسمعي. ساعات بسرجن شويه وبطلب بطلب من الدكتور انه يساعدني في شغل البيت، وده مش عيب، كل الناس في اوروبا بتعمل كده. دكتور عزيز، يعني لو انت كنت اتجوزت المستهويكه دي داخل الايمان شايفه على الظهر في السيري. بس بقى يا سعاد انت ما صدقتي. ايه مالك محمود كده ليه؟ ولا الحب القديم صحي؟ انت اتجننتي في النهايه. المساعده مش عارفه دي مين. حد دي مرات اعز اصدقائي. انت اكيد مجنونه. بعدين هستعمل لك اي مشكله؟ عايز اسمع بيقولوا ايه. اسكتي شويه. محظوظه برؤيه دكتور عزيز للعمل المنزلي والمشاركه. ايوه بس انا مش فاهمه ايه معنى السؤال ده واحنا بنتكلم في برنامج عن عالم كبير. ببساطه احنا بنحاول نوصل للناس ان العلماء مش بيعيشوا في ابراج عاليه زي ما البعض بيتصور، لكنهم بشر عاديين لهم تفاصيل. بتعزموا عندنا كده في يوم؟ بيعزموا. افتحيها بقى محدده وانسي المذاكره. وانت تلميذه في الثانويه العامه، اتفضلي خش ذاكري. استني بعد اذنك يا سعاد. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي اسمعي شوفي يا عمك عزيز بيقول ايه عشان تعرفي يعني ايه علم وعلماء. طبعا هي تقعد وانت بتتحجج بيها عشان انت تتفرج على التلفزيون. انا هقفل التلفزيون. اقعدي يا سعاد، التلفزيون مش هيتقفل. اقعدي. حكم وتوفى وانا في سن الخامسه من عمري، وبعدين والدتي. رأفت احمد لسه ما رجعش لحد دلوقتي. جرى ايه يا سعاد؟ وانت لازم تخترع لك اي مشكله عشان رأفت ما يبصش على التلفزيون. جرى ايه يا نينا؟ هو احمد ده مش ابنه برضه؟ سابهم والدي. حتى في الاجازه الصيفيه كانت برضه مستمره في عمليه التقشف والتقطير عشان توفر لي الكتب اللي انا كنت بحب اقراها. والحقيقه ده كان بالنسبه لنا تمنها صعب جدا. ثم انها ما كانتش متوفره في المحله، فكانت بتبعت لقرايبها اللي موجودين في القاهره عشان يبعتوا لنا الكتب دي. كانت ست عظيمه الله يرحمها. الله يرحمها.
دكتور عزيز، نفسي أعرف دور العلاقات الاجتماعية في أسرة علمية بهذا الشكل. أنا شخصياً يا فندم مؤمنة جداً بالpublic relations والsocial life. تقصدي الحياة الاجتماعية والعلاقات العامة؟ طبعاً جداً. وما عندكش فكرة أصحابي لا تتخيلي ما لهمش عدد. وماذا عن عالمنا الجليل؟ طبعاً أنا ما عنديش القدرة اللي عندي بشريه هانم على تكوين العلاقات الاجتماعية، بس أنا الحقيقة من زمان من يوم كنت في الجامعة كنت متصور إن أنا ليا أصدقاء كتار جداً جداً، بس العمر بقى والتجارب والزمن أثبتوا لي إن الصداقة الحقيقية دي شيء نادر جداً. ومع هذا وإن ربنا مديني كتير وأنا محظوظ في حاجات كتير جداً، فأنا ليا اتنين أصدقاء بعتبرهم أصدقاء نادرين. مين؟ واحد منهم المستشار رافت غندور، والتاني صديقي الأستاذ حسن أبو سنة. لكن هذه الصداقة الحميمة ما بتأثرش على وقتك اللي بتقدمه للبعث؟ الحقيقة لا، ما بتأثرش في شيء بالتحديد، لأن احنا ناس ناضجين وعارفين معنى الصداقة. وقد تندهش لما أقول لحضرتك إن احنا رغم علاقتنا الحميمة ديت إنما ما بنتدخلش في حياة بعض إطلاقا، يعني احنا تقريبا ما لناش علاقات عائلية وده مش مأثر علينا. صدقة بالنسبة لنا ليها معنى آخر مختلف، معنى عظيم. الإنسان بيحس إن عنده سند في الحياة وله ظهر. إيه يا أبو حميد، مش كفاية بقى كده وتقوم تروح؟ بقول لك إيه يا فهد، بلاش طريقتك في الوصاية عليا دي، نرفزنيش. يا أخي هنرفزك أحسن ما سيادة المستشار يتضايق منك ويقدرك ويحرمك المصروف بعدين ترجع تعيط. سلام لو لاقي شغل. ساعتها مفيش حد في الدنيا يفضل يحكم ويتحكم فيا. يا أخي ما أنا جبت لك 100 شغلانة وأنت اللي مش راضي. 100 شغلانة؟ أنت عايزني أشتغل في المبيعات؟ أنزل ألف في السوق ببضاعة على كتفي؟ أنت ناسي إن أنا ابن المستشار رأفت الغندور. إيه المشكلة يعني؟ ما كل الناس شغالة كده. خريج التجارة ملقحين في الشوارع ومش لاقين شغل ولا مشغلة. يبقى لازم نستحمل الظروف دي لحد ما نقدر نحقق حلمنا. يظهر إنه يفضل حلم على طول. عمره ما هيتحقق. حس كده بقى. أنا عندي ليك حاجة حلوة أوي. الحلم ده نقطعه؟ صورة مين دي؟ مش فاكرها؟ شريف؟ انساها ازاي؟ دي من يوم ما عزلت من شرامة هي خدت قلبي معايا. حبيبي يا رومانسي. لا صحيح يا فادي، ما تعرفش هي عزلت فين؟ والله لا انا اعرفه انهم عزلوا في المنطقة اللي حوالينا دي، بس فين بالظبط؟ ما اعرفش. لو انت صاحبي بجد كان زمانك دلوقتي نزلت دورت عليها. ليه يا عم وانت مكسح؟ انت هتهزر. بذمتك لو بابا واقع في مشكلتي دي كان حد من صحابه سابه كده من غير ما يقلب له الدنيا عليها؟ لا 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 خلاص ما عدتش طايقه. تليفونات جننتني ما بطلتش من ساعه البرنامج ما خلص. ارد انا يا مامي؟ رد يا حبيبتي. الو مين يا فندم؟ الحقيقه يا مامي واحد من مجلس الوزراء عاوز بابي. مجلس الوزراء؟ الو ايوه يا فندم تحت امرك. انا مندهش جدا، ازاي ده حصل؟ اه حصل يا سيدي. المدام بتاعتك اتصلت بيا وانت في المعمل وقالت لي ان مجلس الوزراء حددوا لك ميعاد مقابله بكره الساعه 11. لا يا دكتور لا، شور في حاجه غلط. بالعكس الامور اتضحت تماما دلوقتي، لان التعديل الوزاري ارجى اعلانه لغايه بكره. انا سمعت الكلام دوت في الاخبار. مبروك يا معالي الوزير، بس بقى ايه لما تروح مكتبك في الوزاره ما تنساش رئيسك اللي فرش لك الطريق للوزاره بالورد والرياحين. يا دكتور من فضلك، انا ابقى وزير طب ازاي؟ انت تسيب الشغل دلوقتي وتروح على البيت، هتلاقي المدام موضبه لك البدله الشيك اللي انت هتحلف بيها اليمين بكره، وتقعدوا تكلموا وتحلموا. يلا دكتور اتفضل يا حبيبي. لا اتفضل فين، انا ما اقدرش امشي انا عندي شغل.
شغل ايه وبتاع يا دكتور؟ ما خلاص بقى العمليه بتاعت الشغل دي، والكلمتين اللي انت بتقولهم في التلفزيون سمعوا لفوق ونولت المراد. يلا يلا روح وفرح المدام. افرح المدام ازاي اذا كنت انا نفسي مش فرحان؟ لا ده انت فرحان وفرحان قوي، وبكره هتفرح اكتر واكتر لما تقرا في الجرايد ان خبر ترشيحك جالك وانت في المعمل بتجري الابحاث. وبالشكل ده تبقى ضربت كل العصافير بحجر واحد. خير؟ خدوا عزيز محفوظ وسابوني. خدوا عزيز محفوظ وسابوك انت؟ تصوري، واحد من عشرات الباحثين اللي بيشتغلوا تحت رئاستي انا، ياخدوه هو ويسيبوني انا. لا، ومين عزيز محفوظ ده بقى؟ انسان متدهور من يوم ما اتخرج من الكلية وهو حابس نفسه في المعامل بيعمل ابحاث، ملوش اي نشاط سياسي او اجتماعي. هيمسك وزارة ازاي؟ دي الوزارة منصب سياسي مش علمي. ياخدوه هو يسيبوني انا؟ انا اللي خدمتهم على مستوى الحزب وعلى مستوى المؤتمرات الدولية، انا اللي اسمي معروف في كل المراكز العلمية اللي في العالم. طب ياخدوني على اساس منصبي؟ المهم انهم النهاردة مأكدين لي انهم لو اخدوا اي حد من الهيئة بتاعتنا هيكون انا. يقوموا يسيبوني انا وياخدوا عزيز محفوظ. ليه؟ عشان يفرسوني ويشمتوا بشرية فين؟ هم خدوه بالواسطة، الوزير أدلف غازي اخو مراته، انما انا مش هسكت. تسكت ولا ما تسكتش، اجيك صيفت بدري زي كل مرة. اطلع نام. اي مستشار ولا قاضي ما يقوليش عادل بيه بتجنن ورج من دماغي بيطير، وساعتها قتله. اصل احنا الاتنين لصانص حقوق زي بعض، ويمكن نكون دفعه واحده، بس هو بقى خد لصانص الحقوق لدرجه جاي جدا فبقى مستشار، انا كمان مستشار زي بس بدرجه امين سر. انا استكفيت على كده، تصبح على خير. اقعد بس يا اخو اقعد، يا ساعه الحظ بتتعوض. بقول لك يا حسون، الا انت تعرف بعبع المحكمه بالنسبه لنا يطلع مين؟ اهو المستشار رأفت الغندور، وعايزه احسن يشوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. سعاده المستشار. والله زمان المرسى نور. ايه جاي لوحدك ليه؟ امال فين الاخ الدكتور عزيز؟ اطلع يا حسن اطلع. يلا بينا. يلا يا ناصر شد الكارول وطول الانتريس. يلا المستشار رأفت الغندور بيجي هنا المرسى عند حسن ابو سنة. صبرك عليا يا سيادة المستشار. اي ريح طيبة اتت بك الليلة بعد انقطاع شهرين؟ في مشكلة؟ جمال الرجباوي ماله؟ رجع من الخليج ومتهم بقضية شروع في قتل. طب ما هو ده شيء طبيعي، ما انت عارف دخل عالم البيزنس ازاي. يعني جمال صديقنا، صديقنا الرابع، لما يبقى متهم في قضية ده يبقى مسألة طبيعية. ساعة المستشار انت عارف كويس جدا اني بعرفك اكتر من نفسك. في حاجة، في مشكلة، وكمان مش عاوز عزيز محفوظ يعرفها، بدليل انك جاي لوحدك ومش جايبه معاك. اصلي شفت بشريه الغازي. شفت؟ شفتها فين بقى؟ في التلفزيون. اتصلت بسعاد مراتي وقالت لها على ميعاد البرنامج اللي هتظهر فيه هي والدكتور عزيز. هو انت اخر مره شفت بشريه امتى؟ يوم ما اتجوزت عزيز. ما شفتهاش تاني بعد كده؟ لا ابدا، ولو كنت شفتها كنت قلت لك، ما انت عارف كل حاجه عني. نتصارح؟ طبعا نتصارح، امال انا سايب الدنيا وجاي لك ليه؟ انت زمان كنت بتحب بشريه وبشريه كانت بتحبك، بس لما عرفت ان عايز تقدم لها انسحبت. لازم يحصل كده. يعني انت تعتقد انك اتنزلت له عنها؟ امال يعني خدها غصب عني؟ ما انت عارف لو عزيز كان عارف اي حاجه كان لا يمكن هتقدم لبشريه. ايه بتضحك ليه؟
انت عندك شك في عزيز؟ ولا عندي شك فيك، بس انت في حقيقة غايبة عنك انت مش عاوز تعترف بيها. الحقيقة ان بشرية هي اللي رفضتك وراحت لعزيز، مش انت اللي تنزلت له عنها. طب خلاص يلا ارجع بينا حسن. اها زعلت؟ ارجع بقى يا حسن. شو بقولك ايه، انت عارف صراحتي وانت اللي جاي لي برجليك بعد شهرين غياب، ما تزعلش من صراحتي. وبعدين ما تقوليش هرجع يا عزيز، انا ما باخدش هور منك، انا مش قدام المحكمه هنا. لا انت هنا في ملعبي، انا الريس هنا. انا عمري ما خفت منك يا حسن. وانا عمري ما شكيت فيك، طول عمرك اخلاق يا سعاده المستصار، بتحافظ على كل حاجه، ما خنتش مراتك رغم تهافت كل الستات عليك، حتى من ايام الجامعه انت كنت تاخد البنات تقعد معاهم في الكافتيريا وانا اطلع في المظاهرات اهتف. يا خسارتك يا حسن، يا ريتك ما ضيعت عمرك في المظاهرات والسياسه والمعتقلات وينتهي بيك الحال مراكبي. انا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحبه، سما وميه وشراع مفروض. عزيز محفوظ معايا في ليله واحده يا هلا. ايه يا عزيز، ايه اللي جابك؟ انت مش متعود تخرج في وقت زي ده. رافض، كويس انك موجود. انا جاي لكم في موضوع في غايه الخطوره والاهميه، عايز استشيركم فيه. يا ترى ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا عزيز؟ ما يكونش عشان رشحوك تبقى وزير هتبتدي تلعب بديلك من دلوقتي؟ لكن لا، انا هعرف اجيبك من جدر رقبتك. الو، ايوه يا فندم، انا ادري نعيم الغازي. مين؟ بشرية؟ في حد يتصل بحد في ساعة زي دي يا بشرية؟ جوزك؟ وأنا مالي ومال جوزك؟ ما يروح في 60 ده هيعمل له إيه؟ وزير؟ جوزك مرشح إنه يبقى وزير؟ عزيز ابن حليمة مرشح إنه يبقى وزير؟ بقول لك إيه؟ نامي واتغطي كويس. فيها ايه يعني بقى لما جوز اختك يبقى معاك في الوزارة؟ طب وانا؟ انا ما حدش اتصل بيا ليه لحد دلوقتي؟ يا ضي عينيا، تلاقيهم بيدوروا على الجداد عشان يتشاوروا معاه. اتصلوا بيا يا سيدي، محددين لي ميعاد بكره في مجلس الوزراء، بيقولوا ان انا مرشح ابقى وزير. بتتكلم بجد يا عزيز؟ الف مبروك. وهتقبل يا عزيز؟ يا عم انا مش متاكد اصلا من مساله الترشيح للوزاره دي. نفترض انهم مرشحينك الوزاره فعلا، هتقبل؟ اطلاقا، كل ميسر لما خلق له، وانا خلقت للبحث العلمي، ما بفرحش من قلبي حقيقي غير لما بحقق فيه نتائج، وانا حاسس ان البحث اللي بعمله دلوقتي هيوصلني لنتائج مهمه جدا تفيد البلد دي. تفتكر ابقى فين افيد، وانا وزير ولا لو كملت بحث العلمي الخاص بالطاقة النووية؟ انت فاكر يعني اخواننا البعدة لو عرفوا انك تقدر توصل للإمكانية دي هيسيبوك؟ يا رأفت يا حسن، قول لي اعمل ايه في حكاية الوزارة دي؟ الله، وانت بجد متردد؟ ايوه بجد متردد. ليه؟ نتفق الاول، هو متردد في ايه بالظبط؟ متردد في قبول الوزارة ولا متردد في رفض الوزارة؟ بصراحة أنا حاسس كده إن أنا هتعرض لضغط شديد جدا من بشرية عشان أقبل الوزارة. وأنت لسه برضه بشرية بتأثر عليك في كل حاجة؟ الحقيقة بشرية بقت نقطة ضعف كبيرة جدا في حياتي. أنا كتير بسأل نفسي، أنا
عمري بقيت بتصرف بالشكل ده قدام بشرية؟ مش عارف. يعني انت ممكن تاخد قرار بالقبول عشان خاطر بشرية بس؟ الحقيقة المشكلة في الموضوع ده دلوقتي مش بشرية لوحدها، لا انا كمان. بصراحة انا من ساعة ما اتقابل ان انت مرشح للوزارة لقيت نفسي بحلم بحلم غريب جدا. وزارة، منصب، القبها، احاديث التلفزيون والصحافة والفلاشات، الهيبة، الكلمة المسموعة والقوة. يعني انا لغاية قبل ما يبلغوني كنت متصور لبشرية جواها ضعف انساني بشري فظيع تجاه متعة الدنيا. بس عرض المنصب ده عليا خلاني اكتشف ان انا جوايا كمان ميل لهذه المتعة وان انا ضعيف فعلا. اوعى تقبل يا عزيز. الحقيقة انا لما فكرت فيها قلت وانت في الوزارة هيكون عندك فرصة عظيمة تلغي الروتين، تزود ميزانيات البحث العلمي، وخصوصا في التخصص بتاعي الطاقة النووية. رفضت المعمل الذري، الابحاث العلمية، الطاقة النووية بقت مسألة مهمة جدا في عصرنا الحديث. يعني احنا في مجتمع نامي الطاقة النووية بالنسبة لنا تبقى حماية في وقت الحرب وتساعدنا على التقدم في وقت السلم. ده انت مش بس بتحللها لنفسك، ده انت نفسك تبقى بطل قومي كمان. وبعدين يا حسن سيب عزيز في اللحظة اللي هو عايشها دي. يا سيدي هسيبه في اللحظة وهقوله على اللي لازم يعمله. فضل سعادتك روح نام واستريح وقوم فريش كده الصبح، روح مجلس الوزراء واقبل الوزارة، تبقى وزير على الأقل يبقى لنا ظهر نتسند عليه. أقبل إيه بس يا حسن؟ طب وأبحاثي ومعمالي أعمل فيهم إيه؟ ما أنا هنشغل بقى على طول اجتماعات وتقولات وأخذ قرارات وأشياء شديدة الصعوبة بالنسبة لي. وأنت عارف طبيعتي، أنا ما أحبش الفشل في حياتي إطلاقا. وعشان أحافظ على النجاح لازم أحارب على المكان والكرسي اللي أنا قاعد عليه. وانت عارف راينا نعمل جامعه في اللي بيحاربوا عشان المناصب والكراسي. انت هتبقى زيهم، رجلك هتخش في الخايه خلاص يا راهب العلم. يا حسن صراع الانسان مع قوه خارجه عنه مقبول حتى لو اتهزم، انما صراع الانسان مع نفسه ضد نفسه غير مقبول حتى لو انتصر. المهم حسن انا تاكدت جدا اني بحبك جدا لان انت الوحيد اللي انا بتعرى قدامه. مش انت لوحدك يا حبيبي، ما تنساش ساعات المستصار، انتوا الاثنين غاويين تعملوا ستريبتيز قدامي. يا خبر ابيض، دي الساعه بقت واحده ونص. يلا يا معالي الوزير، لحسن رئاسه الوزراء اللي عندك في البيت تحاكمك. يا سلام، ورئاسه الوزراء اللي عندك انت في البيت هترحمك. قول يا حسن، انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ انا ما اتجوزتش؟ تناسي؟ ده انا متجوز قبلكم كلكم، متجوز من الستينات. اه صحيح افتكرت، انت اتجوزت المبادئ واحنا اتجوزنا الستات. ده اختياري، كل واحد مسؤول عن اختياره. وديك اهو بتدفع ثمن اختيارك. مظبوط، انا بدفع ثمن اختياري بس وانا سعيد وانا راضي وانا مقتنع. يا سعاده المستشار، احنا جيلنا دارت الدنيا حواليه دوره كامله، اتولدنا في وسط اهالي كانوا مرغمين انهم يقولوا يلا نفسي، ولما وصلنا لسن الشباب لقينا نفسنا في وسط مجتمع بيتحرك واللي حاببني ودعنا بنينا الايد في الايد. ولما الدنيا دارت تاني ورجعوا الناس زي الاول يقولوا يلا نفسي والايدين اتفرقت، انا ما دورتش معاهم، فضلت متمسك بالايد في الايد ويلا هنبني ودعنا بنينا، واحتفظت بمراتي القديم. الله عليك يا حسن. طيب يا اخي ما نفسكش يبقى عندك عيال؟ عيال؟ ده انا عندي عيال ياما وكتير وبحبهم وبيحبوني. العيال اللي انت بتشغلهم في الدويه. ايوه بالظبط كده. يلا بقى اتكلوا على الله، الساعه بقت كام؟ فعلا. يلا يا معالي الوزير، سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا دكتور؟ انت هتبات هنا؟ لا تصبح على خير حسن. وانت من اهل؟
والله العظيم لو اعتذرت عن الوزارة لكون سايبه لك البيت وماشي. مش كفاية ما سألتكش اتأخرت لحد دلوقتي ليه؟ من فضلك يا بشرية لو سمعتي وطي صوتك عشان البنت. مش مصدق ان ممكن اسيب البيت وامشي؟ طب لبنى تعمل ايه؟ ليش لبنى؟ انا يا بشرية انا اعمل ايه؟ انت حر اتصرف. ارجوك يا بشرية بلاش تضغطي عليا اكتر من كده علشان انت عارفه ان انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. هو اللي بيحب يزعل برضه حبيبه؟ انت لو بتحبيني قد ما بحبك كنت تعملي حسابي ولو مره واحده في حياتك. اتعودي يا حبيبتي تعيشي معايا على الحلوه وعلى المره. وانا عشت معاك اللي على المره؟ ده احنا في بدايه حياتنا لما كنت احب اشتري فستان جديد كنت استنى الحوافز بتاعتك لما تقبضها. وفرنا مصاريف المصيف عشان البنت ومدرستها. يقوم لما الخير يخبط على بابك ترفضه؟ يا ناس حد في الدنيا يرفض يبقى وزير؟ كنت سهران فيه لحد دلوقتي. اصل عزيز محفوظ مرشح يبقى وزير كنت قاعد عنده في البيت مع مراته. يا حبيبتي انا وعزيز محفوظ كنا عند حسن. حسن ابو سنه صديقنا. انت دايما كده لما تتزنق تقولي كنت عند حسن صديقي. حسن ايه المراتب ده؟ له من مقامك ولا ينفع يكون صديق ليك. الصداقه دي اصلها تكامل. انا عندي حاجه بكملها لصديقي وصديقي عنده حاجة بيكملني. يلا بقى سير الشر ونام. يلا لو أعرف بس إيه اللي ناقصك وأنا أكمله. ناقصني ثقتك في نفسك. أنا مش فاهم أنت إيه اللي بيجرالك لما بتسمعي اسم واحدة كنت أعرفها من زمان. ما هو أنا غصب عني يا رأفت. فاكر أول ما خطبتني كانوا بنات أشكال والوان يعدوا عليا في الأجزخانة وكل واحدة فيهم تقعد تبصلي من فوق لتحت كده وتقولي هو أنت بقى اللي اختارك رأفة الغندور عشان يتجوزك دونا عن البنات اللي حبوه؟ ولا الشعيرة دي اللي اسمها خليدة ممدوح دي ايه يعني؟ دون جوان عصرك وأوانك ولا ايه؟ فيك مغناطيس بيكذبهم. المهم أنا دلوقتي نايم جنب مين يا حبيبتي؟ أنا بحبك قوي يا رأفت. مش قادرة أتصور يجي علي يوم مبقاش معاك. ممكن يجي عليك يوم وتسيبني؟ لو ما بطلتيش الغيرة المجنونة اللي انت فيها دي ممكن اعملها. لا بعد الشر ربنا يخليك لي يا حبيبي. لا قول يا ابا يعني لو ما كنتش اتجوزتين انا كان ممكن تتجوز اللي اسمها بشرية دي؟ معقول انا افكر فيها؟ دي مرات اعز صديق ليا. ايه ده؟ هو بابي لسه مصحاش؟ لا لسه عشان رجع امبارح بالليل متاخر قوي. عرفت ان بابي هيبقى وزير؟ بجد يا مامي بابي هيبقى وزير؟ والله لما ابقى ايه حتى برضو هعملك السندوتشات بايدي. يا حبيبي يا بابي حبيبتي عالي يا بابي. الجرايد منزله بعض اسماء الوزراء بس غريبه قوي. لا اسمك ولا اسم اخويا قدري موجود. طيب الحمد لله. ما تفرحش قوي كده. انت ميعادك الساعه 11 يعني الاخبار هتنزل في جورنال المسا. الدور والباقي بقى على اخويا قدري. مره عزيز جوز اختي طلب من بشريه اختي انها تسخن له ميه عشان يحط رجليه. زعلت قوي واتنرفزت واعتبرتها اهانه لا تختفر. قالت له معقوله
امال اخترعوا البنيوهات والسخانات ليه؟ ساعتها انا وافقتها على كلامها. ما هو مش معقول نفضل متمسكين بعادات اهالينا وننسى التقدم اللي حصل في الدنيا. ومع ذلك انا لسه بستمتع بالطقس اللي انت بتعمليه معايا. هو انت يا اخويا غصبتني على حاجه؟ ده انا مش عاملها بايديا، ده بعينيا وبقلبي. انا بعملها بمزاجي يا جوهان. يعني لو ما خدونيش في الوزاره هتغطسي تغطسي وتعملي اللي انت بتعمليه معايا ده؟ كده برضك يا ابو هاني؟ يعني هو اللي بيني وبينك الوزاره بس؟ لو انا اللي كنت فاكر انك بتعمليها بخوف مش انا بخاف ربنا وانت من بعد ربنا. اعمل حسابك وارد غيبتك برضك. اصون عرضك وشرفك دي تربيتي، لكن امسح لك جوه عشان اي مكسب في الدنيا لا يا ابو هاني. يعني لو ماليش نصيب استنى وزير، هترضي تسيبي الفيلا دي وتيجي معايا مارينا من غير لا خدم ولا حشم؟ اي حته هتروح فيها هتلاقيني تحت امر. هو انا انصفضك عليا يا ابو هاني؟ حتى يا اخويا لما بقيت وزير قد الدنيا لا استعرت مني ولا اتجوزت عليا. هو انا الاقي زيك فين يا هانم؟ يا اختي ألف من تتمنك يا ابو هاني يا ضي عيني. غريبة التليفون ده ما بيرنش ليه؟ ما هو في حرارة اهو. تفتكري هيتصلوا بيا؟ دول اتصلوا بكل القدام اللي أنا لسه في أمل ياخدوني. إن شاء الله بإذن واحد أحد. أصيلة يا هانم وبنت أصل، أنت الوحيدة اللي ستري وغطايا ومحدش غيرك يسوى. تاخدني الدنيا مطرح ما تاخد، وفي الآخر ملقاش الأمان إلا معاكي. الله 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 على القعدة الشعرية دي. الله يرحمك يا سيد أحمد عبد الجواد، أنت والست أمينة. بطل غلبة وقولي، ما روحتش الجامعة الأمريكية بتاعتك ليه لحد دلوقتي؟ قلت اطمن عليك الأول. ها إيه الأخبار؟ لسه يا هاني. روح أنت أفطر والحق دراستك ومالكش دعوة بمشاكلي. طبعا ماليش دعوة بمشاكلك، انا كل اللي عندك اخد فلوسه بس. قرش جيبك بقى وتوصى علشان ماما ماسكه ايديها قوي. انا اللي ايدي ماسكه ولا انت اللي ايدك سايباه؟ دي ولا دي لا. طب اوكي دي كويسه قوي. ما دام عاجبك ليه روحي البسها. استنى بقى استنى. طب دي كويسه بشريه؟ وبعدين مش معقول هفضل واقف ساعه مستني تنقلي كرافطه، ميعاد مجلس الوزراء هيروح. لا 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 دي كويسه خالص. طيب عارف يا عزيز، يمكن ممكن انزل السوق الحر اجيب لك كرافطه، وانا معايا دلوقتي باسبور الدكتوره رشيده، وعندي كمان الدولارات اللي اخذتها من اخويا. بس لو في ميعاد دلوقتي ممكن انزل السوق الحر حالا دلوقتي. والله تعمليها، ما انا عارفك حبيبتي شديده العقل شديده التميز وفي نفس الوقت مجنونة. مجنونة بحبك يا حبيبي. عارف يا عزيز، عارف انت لو بقيت وزير تعرف انا ممكن اعمل ايه؟ خرابي ده انت هتشوف اجمل ايام حياتك. هطبخلك بايدي، هحط رجليك في المية السخنة والملح. هتنتهي كل الخلافات اللي بيننا. يا سبحان الله، كل ده عشان في احتمال ابقى وزير؟